خرجت عدة مظاهرات في المدن الفرنسية تضامنا مع اليونانيين، أبرزها كانت في العاصمة باريس. المتظاهرون طالبوا بوقف تدابير التقشف عن اليونانيين وشددوا على ضرورة بقاء هذا البلد ضمن أسرة العملة الأوروبية الموحدة. علينا تعديل القوانين الناظمة لليورو وليس إخراج البلدان من اليورو. الأمر في غاية الجنون أن تخرج بلدا بدلا من تغيير القوانين. صناع القرار الفرنسيون يشددون على أن أوروبا ملتزمة بإبقاء اليونان في منطقة اليورو، وهو ما أكده وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان. نحن ملتزمون وبشكل كامل بتجنيب اليونان كارثة من شأنها أن تكون في الوقت ذاته معضلة لأوروبا. أيام قليلة تفصل عن استفتاء الأحد المصيري الذي سيدلي خلاله اليونانيون بقبولهم أو رفضهم لشروط الدائنين الدوليين. استفتاء سيحدد مستقبل أثينا ضمن أوروبا.